صباح النور والسرور، صباحكم ورد، صباحكم عسل، صباحكم أعياد وفرح وسعادة دائما أنتم وعائلاتكم إن شاء الله. وكل عام والجميع بألف خير، كل عام وسيدنا والعائلة الهاشمية بألف خير، كل عام وكل الشعب الكريم بألف خير بداخل الوطن وبالخارج. كل سنة وأنتم سالمين وعيد أضحى مبارك عليكم جميعا. أيام حلوة وكانت أجواء صيفية وطلعنا وشمينا الهواء والتمينا مع الحبايب، والحمد لله أعداد مهولة من المغتربين فاتت على بلادنا، وهذا دليل الأمن والأمان. ودائما قديش بيكون المغترب مبسوط، خصوصا إلى أبناء البلد اللي رجعوا لنا بالسلامة بعطلة المغتربين، فأهلا وسهلا فيهم. أكيد نوجه لهم تحية تحديدا لأنه هذا الوقت هلأ وقتهم لكل حدا مغترب. أهلا وسهلا فيكم، مكملين إحنا معاكم مشوارنا الصباحي ومطبخ التلفزيون الأردني. عيد أضحى، عيد اللحمة زي ما بيقولوا الصغار، عيد اللحمة معناته في لسانات، في معاليق، في نخاعات، في طحلات، في فخد، كتف، كباب. إحنا إن شاء الله إنه حاولت أنا أشمل كل الأفكار اللي ممكن تكون مهمة لست البيت بما يخص قطعيات العيد. اليوم أنا رح أحكي عن اللسانات. اللسانات صراحة إحنا بمطبخنا إن كان بالأعياد أو ببداية الشتوية سويتها مفتات، سويتها مشوية، صواني، سويتها كمان بالفخار، يعني عملنا العديد من الأفكار. ولكن صاجية لسانات حتى في المطاعم مش كتير، لأنه مش كتير بيعملوها، لأنه اللسان لحاله أصلا كامل نوعا ما شوي الكوست غالي أو تكلفته عالية، فنوعا ما بنبعد عن أنه نعمله مع اللي هي الصاجيات. ممكن يفوت مع صواني اللي هي المعاليق. صواني المعاليق عادة بالمحلات اللي برا اللي بتكون بالأسواق بتكون هي معاليق لحمة مفرومة، العنائيد أو الحساسين اللي بتكون مع المعلاق، والمعلاق كامل طبعا بيكون كمان جزئية من اللسان موجودة، وهم بيخيروك لأنه هاي كمان شوي شحيحة بالسوق إلا على الطلب، فإلا تحكي مع اللحام توصي واللحام يوصي لك إياهم من المسلخ. رح نحكي عن تفاصيل كتيرة، ولكن أنا اليوم رح أسوي لكم صاجية لسانات بالإضافة لصحن سلطة فواكه. سلطة الفواكه مش اختراع، بتروح الست على الثلاجة بتجيب لها حبة فواكه زادت من ورها الأولاد، حبة فواكه وبلشت بدها تخرب الدنيا شوب، نسيت صحن الفواكه على المجلس بالمطبخ، جيت الصبح لقيتها شوي دبلانة، كيف أدور حبة الفواكه اللي بلشت تخرب؟ كيف أعمل ضيافة تكفي 10 أشخاص وما عندي إلا صحن فواكه لشخص؟ كيف أسوي صحن من بطيخة جبتها مبارح دلعة أو فيها عرق أو فيها مرار أو بيضة ما بتتاكل، وعندي ضيوف انحشرت بالوقت ما عندي حدا يجيب لي ضيافة؟ كل هاي المشاكل بتواجهنا أكيد في بيتنا، لابد يعني الواحد بتعرض لمواقف، بس ست البيت الشاطرة هي اللي عندها حسن إدارة بتعرف إنها تدور البعض من مكونات المطبخ كمية قليلة لحتى تكفي لعدد أشخاص أكثر. كل المشاكل رح نحلها إحنا بصحن فواكه. سلطة الفواكه عادة بنحط عليها شوية عصير وبنقول هاي سلطة. اليوم إحنا ما رح نحط عليها عصير، رح نحط عليها آيس كريم ورح نقدمها بصحن من البطيخ. صراحة إشي مبهج وحلو نفس الوقت، حبة 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 من كل نوع ممكن تعطيني طبق فواكه يكفي عدد أشخاص أكثر. خلينا نشوف المقادير على الشاشة لتحضير صاجية للسنات، وبعدين رح نحكي عن تفاصيل للسنات، كيف أشتريها وكيف يبيعوها ومن وين أشتريها. يلا المقادير على الشاشة. لتحضير صاجية لسانات بالسمن البلدي، أنا اخترت السمن البلدي عوضا عن آلية الخروف كنكهة، ولكن أكيد رح أكسرها بشوي من الزيت النباتي. لسانات خروف إن كان بلدي أو روماني هاد إشي برجع لك، رح نسلقها. عشان نسلقها بدنا باقة عطرية اللي هي ورق غار وحب هيل وكبش قرنفل، بالإضافة إلى عود من القرفة، قطعة بصل اختياري، بتحب تحطي لك قشرة ليمون برضو بصير، وماء مغلي. للصاجية بدنا لية خروف أو سمن عربي بلدي زي ما بدك. رح نجيب شوية بصل سلايس مش ناعم، بالإضافة لفلفل حار مقطع ناعم أو سلايس، بالإضافة لفلفل حلو رومي اللون الأخضر بيطلع معها بصراحة كتير طيب، بالإضافة للسنات المقطعة سلايز كأنها قطع لحمة فيليه وملح وفلفل وبهار مشكل. تمام الكلام؟ يلا احنا موجودين معاكم مباشر من خلال صفحة يوم جديد وصفحة مطبخ التلفزيون الأردني. أهلا وسهلا فيكم على البث المباشر، وأكيد رح استقبل اتصالاتكم ومعايداتكم على أهليكم وأحبائكم، ونكون مبسوطين كتير بسماع صوتكم إن شاء الله تعالى. بسم الله وعلى بركة الله نبدأ. هلا أنا بدي أسوي الأرقام، عم تظهر أمامكم بأسفل الشاشة، وأهلا وسهلا فيكم أكيد بأي وقت. لما أحكي لسانات اللحم بسألك بدك لسان لحاله ولا كامل؟
فأنا مرة يعني مرة هيك شفتها لست متزوجة جديد للأمانة، ولا ستاتنا ما شاء الله هم سيد من علم، علم وطبخ. فقالت له كيف يعني اللسان كامل بالنص؟ وانت بدك تقطع اللسان مثلا؟ فلسان الخروف يا ست العزيزة هو كالآتي، بيجي اللي هي منطقة جزئية لسان الخروف بالإضافة إلى الجزئية هاي الموجودة في خلف اللي هي لسانات الخروف. هاي اللحامين بيحكولها اللغلوغ للسان. للأمانة هاي بيستخدموها بصاجيات المعليق وصوان المعليق برا، فنوعا ما بيجي اللحام ببيعك للسان لحاله أو بالمسلخ، بسألك بدك للسان لحاله ولا بدك إياه كامل؟ لما بتاخديه كامل بيكون سعره أغلى، عشان تكوني عارفة في فرق دينار بالسعر عن الحبة. الحبة سعرها بوصل ما بين دينارين ونص، ثلاثة، ثلاثة ونص، حسب اللحام، حسب المكان، إن كان بعمان الشرقية أو عمان الغربية اللحام، أو إذا جايبتيه من المسلخ. أنا مع إنك تشوفي لك حدا بالمسلخ توصي، هذا واحد. هلا أنا أخذته كامل لأنه كتير أطيب للصاجية، لأنه هاي الجزئية اللي هي منطقة اللغلوغ بصراحة كتير مدهنة ودسمة، فبتعطيكي طعم زاكي لفتة اللسانات، الصواني، وكمان اللي هي الصاجية. اتفقنا؟ فإذا أعطاك هي ناقص هاي القطعية اعرفي إنه سعره في فرق دينار، عشان تكوني عارفة. مع إنك تشتري مجمد أنا مش مع، مع إنك تشتري فريش، وبعرف فريش من لون اللحم، لون اللحم بيكون زاهي وردي. هلأ بعدين أنا لما بدي أسلقه قديش مدة السلق يا شيف؟ ممكن يكون 45 دقيقة، ممكن يكون 50 دقيقة بطنجرة الضغط. إذا حبيت تحطي زي ما إحنا رح نعمله بدك تستني يستوي. كيف بعرف في استوى؟ لما بتقشر جلدة اللسان اللي هي فوق. تمام؟ يلا حطينا مي مغلية، رح نحط فيها الباقة العطرية، بسم الله الرحمن الرحيم، اللي هي عود قرفة، ورق غار أو ورق لورا أو ورقة سيدنا موسى زي ما بتسموها، وحب هيل حب، بالإضافة لكبش قرنفل وسمار. تمام؟ حكيت لك بدك تحطي لك بصلة أو هاي بصل، بدك تحطي لك قشرة ليمون برضو كمان بتعطر بس بدون اللب الأبيض. اتفقنا؟ رح نجيب اللسان غسلناه كتير منيح. طبعا اللسان معروف إنه فيه لحمة كتير، يعني نسبة اللحم بمنطقة اللسان كتيرة، هي لحم. تمام؟ فإحنا بنحطه زي ما هو كامل، بعرف إنه استوى أول ما تقشر معاي قشرة اللسان اللي هي هاي الخارجية ما بدنا إياها، اتفقنا؟ فرح ننزل اللسان بكل بساطة، يعني إذا مشيتي معاي بالخطوات شو ما كانت الست مش متمرسة امشي بالخطوات بتزبط معك الأمور، رح أتركه وأغطي عليه، لما بستوي معاي هلأ رح نرفع بالكفكير ونشوف. لما بتقشر قشرة اللسان كيف أنا أعرف؟ أنا ما بعرف أسوي هذا الصنف أبداً، رح أشيلهم، هاي هذا بقشرته. كيف بتقشر؟ هاي طلعي طلعي كيف حتى منحنها معي على الآخر. صباح الخير يا هنادي. ألو صباح الخير. ألو صباح الورد. كل عام وانت بخير يا شيخة ولا. وانت بخير وصحة وسلامة يا أمر. والله حاب أعيد عليك وعلى الشعب الأردني وعلى يعني الكاملين الناس على مناسبة العيد. نعم. وأحب أشكرك على الطبخات الحلوة ويسلم يديك دائما شيف مميزة. صحة وهنا يا هنادي. دائما قولي لي شو أكلتي بالعيد؟ والله إحنا نعملها إحنا أهل الجنوب بس أنتم ما تعرفوها اللي هي إحنا نحكي لها مقطوطة. اللي هي مقطوطة نسويها من لحم الخروف. أنا مش سامعة هلأ بيساعدني المخرج. مقطوطة اسمها. أيوة. هنادي من وين عم تحكينا يا هنادي؟ إحنا سكان الجنوب. من الجفر. وين؟ الجفر. الجفر؟ الجنوب. هنادي أنت مستعدة تطلعي معانا بالمطبخ تشرفينا وتعملي لنا المقطوطة؟ ها شفتي كيف؟ حبيبتي يا هنادي يعني بالهنا والعافية يا رب. على قلبي يا قلبي يا حبيبتي. أهلا وسهلا وسلامنا للأهل، وكل سنة وأنت سالمة يا رب. من العايدين يا أمر، أهلا وسهلا وميت مرحبا. طلعنا للسنات وانسلقت، أخذت معي بطنجرة الضغط 45 دقيقة 50 دقيقة، رح نروح فيها نشوف كيف يعني الشيف بتقول أشري قشرة للسان. رح نجيب للسان اللي طلعناه، شوفي كيف بقشر معي. طلعي هاي، شوفي كيف اللحم واضح معاي. وهون بصير الوقت تحمري وتحطي لفتة لسانات، تعملي لك صواني، تسوي لك إياه مثلا تنزلي مع معاليق،
بصير، فأنا بشيل القشرة كاملة. إذا شعرتي بأنه القشرة لسه بتنتش معك زي لسان العجل وشعرتي أنه ما قشرت صح معك بهالشكل، رجعيه على السلق، سهل الأمور تمام. وبطلع معاي للسان، شوفي ما أجمل القطعية. هلأ هذه أطباق، بالأول وبالآخر هذا لحمة، ولكن أطباق يعني بيجي مثلا على السوشيال ميديا للأسف أنه إحنا بيكون في يعني معلومات مغلوطة وبيكون في إساءة للنعمة، ولكن إحنا بنقول دائما ما بتحب صنف في غيرك بحبه، وهي هي إلى آخره. ولكن أنا شخصيا عن نفسي بأكلهم للأمانة تمام. رح نجيب اللسان ورح نقطعه سلايس بهالشكل قطع عشان بدي أعمله صاجية مع اللغلوغ، اتفقنا؟ حبيت تسويه بهالشكل مع خلطة حشوة النخاعات كمان رح تدعيني. هلأ فينا أورجيكي، فينا نعمله سلايس زي الفيليه، وفيك تقطعي قطع بس ما تزغري لأنه اللحمة دايمة. فشوفي سلايس ممكن بهالشكل إذا كان عندك ضيوف، علي إذا قدروا إنهم يميزوا إنه هاي السنة ما حدا رح يعرف. فشوفي كيف أنا قطعته بالورب، بتخلي إيدك بالورب ماشية على بشكل طول يعني تمام، وبنقطعه سلايس بهالشكل. بعدين باخد معاي جزئية أو قطعية اللي هي الزر. بصراحة طريقة كتير حلوة وطيبة ورح تعجب الكل، وبركة للي عنده عيلة، للي عندها مغتربين. هلأ صراحة يعني إحنا أجانا مغتربين مثلا تمام. أول إشي بقولك إمتى بدكم تعملون اللي هي الكرشات والفوارغ واللسانات؟ إحنا جرت العادة إنه إحنا بنعملها بالشتوية مثلا، ولكن سبحان الله في أذواق تطلبها على مدار العام. لذلك اللي ما بحب قطعية أضعف الإيمان يسمع فيها، يعرف أصولها، يعرف عنها، بغض النظر بيأكل أو لا. هلأ هون أنا رح أرجع أتأكد بأنه هذا اللسان كمان مثلا شفته مش مقشر، برجع بقشره. هلأ إذا حطينا القشرة بتعلك، لو مستوي القشرة بتضل تعلك، فأنا ما بدي إياها، لازم نقشر لسان مثل لسان العجل تماما. صراحة أنا دورت على لسان عجل بالسوق عشان موسم أضاحي شحيح عند اللحامين، ولكن لقدام شوي إحنا سويناه صواني، بس في طريقة كتير رهيبة صراحة إله رح أعملكم إياها. اللي بسأل يعني مثلا ممكن لسان العجل كيف يكون طعمه، هي لحمة فقط، لحم ستيك، إشي كتير زاكي ودسم صراحة تمام. رح نرجع نقطع باقي قطع للسان ونصبح على كل شركائنا بمطبخ التلفزيون الأردني، الله يوفقهم ويقويهم دائما جميعا، وكل سنة وهم سالمين ومن العيدين يا رب. يعني قهوة نجدية كانت هي سيدة الموقف بالعيد، وقهوة نجدية هي قهوة سعودية خضراء، أو اللي بنحكي عنها القهوة الشقرة. شايفة أنا عم بقطع إشي هيك وإشي هيك كرمال أنا أعمل هيك شوية أشكال حلوة بداخل الصاجية تبين معاي. نعم صباح الخير يا ابتسام. صباح الوردة شف علا. أهلا وسهلا بست الكل. كيف حالك؟ أهلا يا ستي، أهلا نورة. نعم وإنت بألف خير يا رب. وإنت بخير ومن العيدين يا الله. والله يعطيك العافية على هالطبخات الزاكية ما شاء الله عليك ما شاء الله. حبيبتي الله يسعدك ستي، الله يسعدك. شو أخباركم؟ طمنينا عنكم. والله نحمد الله ونشكره، ناقص يستاهل الحمد. أهلا وسهلا فيك بكل وقت. الله يسعدك، الله يسعدك يا رب، الله يعطيك العافية. قولي لي من الآخر، بتحبي للسنات ولا لا؟ والله بموت بيهن. والله إحنا بنموت فيكي. خاصة عميتي للشف علا أكبر شف. يا حبيبتي أنتوا البركة. شو عملتي أول يوم العيد؟ والله منسف على اللحم البلدي، لأن أنا ضحيت الحمد لله وعملت منسف على اللحم البلدي. إن شاء الله واصلة ومقبولة، بضلك تضحي كل سنة تعيش وتعمل يا رب. بحب أعايد على بناتي على هبة وعلى ربا، بقول إن شاء الله كل عام وهن بألف خير يا رب. إن شاء الله كل سنة وهم طيبين ومن العايدين دائما يا الله. إحنا وإنت يا شف علا، والله يعطيك العافية إن شاء الله، وشكرا لك. شكرا حبيبتي بخدمتك، أهلا وسهلا. معنا كمان اتصال. صباح الخير يا أميرة. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. سميرة. سميرة. سميرة وإن شاء الله بتضلك سميرة وأميرة وست الكل كمان. الله يسعدك. حبيبتي أهلا وسهلا. قولي يا ستي معك سامعين. بحب أهنيكم بعيد الأضحى إن شاء الله. نعم. كل عام وأنتم بخير. وأنت بخير ومن العيدين يا رب، أهلا وسهلا فيكي. سويتي معلي أول يوم العيد؟ لا والله ما سويت.
بس بعقب على اللي بتعمله، بس احنا بنسوي بنسوي سوي السنه. تنشوى بتنسلى بتتسوى فتة بتتسوى صواني اكيد. ما عمرك سويتيها صاجية؟ لا بنسويها، بس ايش اول شيء بنسوي لسان ومنعين، هاي بتكون هاي الجلدة، وبعدين احنا بنسلقها وبنعملها فتة وبنعملها كل شيء. اهلا وسهلا فيك ست الكل، وان شاء الله صحة وهنا على قلبكم. يعني هي نوعا ما قصدها انها بتسلقه وبتحمره زي ما بنسويه للفتة، هو اليوم احنا عاملينه مش موضوع سلق، احنا عاملينه صاجية. معنا كمان اتصال. صباح الخير. الو الو صباح الورد. اهلا وسهلا، انا منيحة، سمعت صوتك اليوم. اهلا يا قمر. الصوت عم يروح يا أميرة، الصوت. الو ايوه ست خلود، يلا عللنا صوتك عشان اسمعك. حبيبتي اهلا وسهلا فيك بكل وقت يا قمر، اهلا وسهلا وصباحك سعيد. تمام، هلا احنا حطينا سمنه بلديه وزيت نباتي، بدك تحط اللي بصير الصاجيه بدها تكون درجه حرارتها عاليه على الغاز. هلا احنا عشان سويتها بالبيت واصلا لسان دسم وفيه لحم منيح، انا ببعد كل البعد عن اللي لما بيكون الإشي اللي انا بدي اعمله صراحه دسم، ومنطقه اللغلوب كمان فيها دسم للسان، لذلك انا اكتفيت بالسمن البلدي نكهه معلقتين كبار بالاضافه للي هي الزيت النباتي. نستخدم المعالق الستيل عشان تتحمل درجة حرارة الصاجية، حتى بالرحل كمان إذا حطيتي خشب بتنحرق، إذا حطيتي سباتيولا حتى لو كانت ماركة عالمية أو من الغالي برضو كمان بتأثر البلاستيك أو السيليكون، فخليكي دائما استخدمي هاي المعالق. يعني هاي التفاصيل نوعا ما بديهية ولكن لازم أكد عليها. الفلفل الأخضر شيلي اللب أو القلب الأبيض ما بدنا إياه، الفلفل الحار من أطيب الأمور اللي ممكن تضيفيها على الصاجية. هلأ موضوع التوم، للأمانة مع الصاجيات بحس التوم بغير النكهات كثير لأنه نكهته قوية، حبيت تحطي ريحة يعني سن واحد بصير، بس أنا ما بحط بالصاجيات إجمالاً يعني، بس هاي أمور اختيارية. في ناس بحطوا زنجبيل. يلا يا إبراهيم صباح الخير. الخير يا شيف، في العام وانت بخير. وانت بخير وصحة وسلامة صديقنا صديقنا الغالي إبراهيم. الله يعافيك يا شيف، مبروك عيدتي وعيد ولادتي يا ربي. الله يسعدك طول عمرك ويخلي حبايبك ان شاء الله. والله بالفعل اليوم اكلتي زاكي جدا. خليني اروح هناك عشان اسمعك يا إبراهيم، قول. والله اكلتي اليوم زاكي. لازم يعني صاجية ولسانات كمان كتير هيك. زاكي والله، هذه الأكلة أنا بحبها. الله يسعدك ويخلي حبايبك دائما إن شاء الله. الله يعافيك يا شيف. شكرا يا إبراهيم على اتصالك وسلامنا للأهل. أهلا وسهلا. اليوم الصاجية هي ملح وفلفل فقط، اللي بيحط أشياء تانية هاي أذواق شخصية، لكن إحنا ما بنقدر نعمم موضوع اللي هي صاجية بالبيت مش زي الرحل، فأنا بفضل بعض الأوقات نضيف نكهات. أنا مرة دقتها حد صراحة شاب عمره 18 سنة في رحلة عمل فتة لسانات، حط عليها صويا صوص، فأنا قلت لحمة ما هي لحالها مشخصة، أحط لها صويا صوص أقتل النكهة ليه؟ بس لما دقتها صراحة إشي كتير طيب، فدائما التجربة هي الحل. رح أستخدم اليوم بهارات إسناد، بهارات إسناد بهارات سعودية يعني عمرها بالأسواق قد عمري مرتين بجوز، يعني أنا مش صغيرة بس قد عمري كتير. بهارات إسناد من البهارات السعودية الفدة صراحة، بحبوها أهالينا كتير وإحنا الصبايا صرنا نحبها. بهار غني ونكهته واضحة، مش مجرد علبة والسلام بالأسواق، فأنا لو فتحتها هتفتح العلبة، هي موجودة الباكيجينج علب وفي منها الأكياس الموجودة بالخلف العلب الأكبر، بتلاقي هذا الكيس بالداخل. تمام، الصح لبهارات إسناد بعد ما تفتحي هذا الكيس ترجع تفضيه بنفس العلبة، لأنها صراحة ذات جودة عالية البلاستيك. تاني إشي ما بتتخربطي بالبهارات بالبيت، وشكلها حلو صراحة، أنا بحب شكلها يعني عندي بالبيت، أنا بخليهم زي ما هم للأمانة. ترجع بتغطيها، هاي اللي هي السبع بهارات
وهيك، فما بتنسيها انت ابدا في بيتك وشكلها حلو، فبضلك تتذكر انه هاي بهارات اسنان وهذا مرتبانها. فهي كشكل هيك بريزنتبل بخزانه المطبخ. انا راح استخدم صراحه البهارات السبعه، وهذا البهار اللي يعني ضايل شوي يحطوه على اسمي، ما بجيب منه كراتين، اللي هو متبل وحار، دجاج، لحمة، صواني، تتبيل، فخخير، أيا كان بحب أستخدمه كتير، نكهته حلوة ولونه شوي أحمر وفيه نوع من البهارات الخشنة. راح أحط شوي على الصاجية من البهارات السبعة وبهارات المتبل وحار من إسناد، وأحط شوية الملح والفلفل اللي لابد منهم. درجة حرارة الصاجية عالية، بس البصل ما انحرق لأني فورا لحقته ب شوية ملح عشان يدبل بشكل سريع. وحطينا الفلفل، هلأ رح أحط من بهارات إسناد متبل وحار، وذوق الطعم صراحة كتير طيب كتير، يعني بهاراتهم من أنواع البهارات كتير زاكي وبتفرق بالشغل. أكيد ما رح نستغني عن الكسيح، نستخدم منهم الملح بالإضافة إلى الفلفل الأسود. باقي الأمور من البهارات الشيف ما بتحكي إشي قانون، بالأول وبالآخر ست البيت هي سيد من عمل لأهل بيتها، فأنت شو بحبوا أهل بيتك بهارات حطي. هاي فلفل أسود كمان من الكسيح، وللأمانة رح أدعمهم بتكة صغيرة من الهيل الناعم، لأنه هاي النكهة الشرقية أنا بحبها صراحة مع صواني اللحم إلى آخره. رح نتبل البصل والفلفلة، وإذا سألتيني ليش اخترتي الأخضر، الأخضر مش زي الأحمر مش زي الأحمر والأصفر، فيه حلاوة عالية، الأخضر بتحس فيه شوي عرق مرار، فبحسه مع اللحمة كتير طيب. بهالوقت رح أجيب للسناد ونبلش ننقلها مباشرة على الصاجية. للسان مسلوق ومستوي على الآخر، رح أستنى يعني مش أكتر من 10 دقائق، 7 دقائق فقط تقليبة، ياخذ نكهة البهارات، نكهة السمنة، درجة حرارة الصاجية كمان، بالإضافة للبهار اللي أنا حطيته. يعني أنا ما رح أكل لسان مسلوق وبعدين حطيته على خضار، اتفقنا؟ فرح نجيب، رح نهدي النار، بعدين نجيب للسانات وننزلها على الصاجية. إشي زاكي جدا، خبز الطابون وبعدها كاسة شنينة وحتدعوا لي، وإن شاء الله كل سنة وإنتوا سالمين، وكل سنة من العايدين إنتوا وأحبابكم، يعني اللي الله بنعم عليه بعيلة وأحباب شيء صراحة بيكون مفرح للجميع. صباح الخير يا إبراهيم. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. والعام وانت بخير يا أختي الكريمة. وانت بخير يا سيدي، أهلا وسهلا، حياك الله. يا بالصحة والسلام إن شاء الله العيد الجاي وانت عجب العرب واتت. الله يسعدك ويطول عمرك، كيف حالك يا إبراهيم؟ الله يرضى عليك يا حسن ختامك ويفرح فيك بركة، ما شاء الله عنك، والله أنت من يعني من المخضرمات يا ستي. الله يسعدك، أنتوا البركة وزملائنا كمان فيهم البركة. إبراهيم احكي لي، الصاجية يعني صراحة من تحت إيديكم أطيب من الستات، فأنا زبطتها الأمور تمام اليوم. ستي. يا سيدي بس علي لي صوتك عشان أسمعك. بقول لك بدي أعيد على سيدي صاحب الجلالة. تفضل سيدي معك، يلا. داعيد على سيدي صاحب الجلاله ابو الحسين مطول الله في عمره، والله يسعدك كبرت البهارات، وعلى العائله الهاشميه وعلى الاذاعه عندكم من اصغر واحد لاكبر واحد. الله يسعدك، طول بعمرك يا ابراهيم. يعني انت من يعني من المحترمات يا ستي. شرواكم، الله يسعدك، شرواكم، الله يخليك ويطول عمرك يا ابراهيم، وان شاء الله بتضل عيلتك بالف خير، وكل سنه وانتم سالمين ومن العايدين دائما. اهلا وسهلا يا سيدي، انا راح اقلبها تقليبه بسيطه جدا على الهدا. هديت النار، بدي اخذوا نكهه البصل، نكهه الفلفله، نكهه البهار، وبعدين انقلهم مكانهم. تكونوا رجعتوا لي بعد الفاصل، عشان احنا وقعنا بمطب شرينا بطيخه وطلعت بيضه وهيك مش طيبه ابدا، ما بتتاكل ودلعه، كيف ممكن استفيد منها ما اكبها؟ بعد الفاصل راح نشوف طريقه مع بعض. you
يعني اما شو صار جيا يا علي، مش عارفه اوصف لك كميه المشاعر. مش عارفه اقول لك قديش هاي صاجية خطيره اللي بجربها. يعني انا عارفه انه البعض، يعني انا امبارح مثلا حدا من قرايبي ما حدا يعني ما عجبته الفكره انه شو صاجية لسنات يعني، وبعدين يعني كل يوم قصه شكل رهيبه. اللي ما بجربها بتروح عليه، واللي بجربها كثير رح ينبسط فيها. صحة وهنا على قلبكم وان شاء الله بالهنا والعافية. رح نعمل انا وياكم هلا سلطة فواكه بدون عصير مع ايس كريم والصحن بطيخ. المقادير على الشاشة.